السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس حمدي من كرياتيف جروب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الفري فيزيكال كاميرا. هنتكلم فيها عن الموشن بلور وازاي اقدر ادي افكت الموشن في الشوت الثابت بتاعي. اول حاجة عايزين نبتدي نفهم يعني ايه موشن بلور. موشن بلور هو الافكت اللي بقدر اشوفه في شوت زي ده، اللي هو بيديني احساس ان في حركة في الصورة بتاعتي. نرجع ل 3D Studio Max كده ونبتدي نتعرف على شكل الشوت بتاعنا قبل ما اضيف اي موشن بلور. هنركز مع الجزئية اللي فيها المعلقة دي بالظبط، لانها لو جيت دلوقتي عملت بلاي هلاقي ان المعلقة بتاعتي ابتدت تتحرك. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز ادي في الشوت الثابت بتاعي او في الصورة الثابتة بتاعتي الفيلينج ان في حركة في المعلقة. هبتدي اعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي مثلا في فريم، زي فريم مثلا هنفترض فريم 40، وهاجي اقول له في البارامترز بتاعت الكاميرا، هنزل كده لتحت شوية هقول له موشن بلور. بعد ما فعل الموشن بلور هقول له اعمل لي رينتر. نستنى الريندر بتاعنا يخلص ونبتدي نشوف الافكت بتاع الموشن بلور في الشوت. ممكن يكون في الشوت ده دلوقتي ضعيف شوية، يعني لو عملنا زوم هلاقي ان الافكت موجود لكن مش ظاهر قوي. طب بقدر اتحكم في الافكت ده ازاي او بتحكم في قوته ازاي؟ بقدر اتحكم منه عن طريق الشاتر سبيد. مع العلم ان انا كل ما بقلل الشاتر سبيد كل ما الموشن بلور بيظهر اكتر، او كل ما الافكت بتاع الحركه بتاعتي في الصوره هيظهر اكتر. طب تعالوا كده نخلي الشاتر سبيد بتاعنا 50. طب احنا عارفين من قبل كده ان انا لو قللت الشاتر سبيد بتاعي ده هيأثر على شده الاضاءه، لان طبعا سرعه التقاط الصوره بيفرق في كميه الاضاءه اللي هتدخل على السنسور. فبالتالي ما دام انا هقلل من سرعة التقاط الصورة يبقى ممكن اقلل كمان من قوة السنسور، وهقول له مثلا دلوقتي اعمل لي رندر للجزئية دي اللي هي فيها المعلقة. نستنى الرندر بتاعنا يخلص علشان نشوف النتيجة. هلاحظ ان في الشوت بتاعي التاني الافكت بتاع الموشن بلور ابتدى يظهر اكتر، خصوصا في الجزئيات اللي فيها حركة كبيرة زي المنطقة دي من المعلقة. وبكده هنبقى خلصنا بريف سريع عن الموشن بلور في الفري فيزيكال كاميرا. لو شايف ان الفيديو مفيد ليك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وكمان شير عشان فيديوهاتنا توصل لك في اسرع وقت.